السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الحضرات، معكم صوت صادق. في الفيديو السابق شرحنا كيفية الدخول إلى حساب النتورك أكاديمي من سيسكو أو النت أكاد دوت كوم، وكيفية تنزيل يعني الملفات الجاهزة للتنصيب الخاصة ببرنامج السيسكو باكيت تريسر بالنسبة لأنظمة الويندوز أو اللينكس أو حتى الماك أو إس. وأيضا وضعنا روابط تنزيل هذه الملفات أو يعني البرامج أسفل الفيديو السابق بالنسبة للناس اللي ما عندهم يعني وصول مجاني أو يعني حساب في أكاديمية سيسكو، ممكن أنه يقوم بتنزيلها مباشرة. بالنسبة لمستخدمي الأبل والويندوز مثل ما ذكرنا، يعني مجرد أنه تنقر نقرتين على البرنامج يعني يعني سيتم تنزيله ويعني تنصيبه بشكل مباشر في الحاسبة، يعني بواجهة رسومية فقط نيكست 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 وتحدد مكان الخزن ويتم التنصيب. اما بالنسبه لمستخدمي اللينكس فتذكرون بوقتها يعني في ذاك الفيديو حاولنا انه ندخل مباشره على يعني السوفت وير سنتر هذا او الاوبونتو سوفت وير، ومجرد انه يعني نقر عليه يعني مباشره ونقوم بالتنصيب في وقت فشلت العمليه، لانه يعني يبدو انه يعني الملف يحتاج الى عمليات اخرى لتنصيبه. فهنا أنا طبعا راح في هذه الخطوات راح نشرح انه كيفيه تنصيب الباكيت تريسر بالنسبة لمستخدمي اللينكس اوبونتو 20.04، هذا اللي هو الاصدار الاخير الموجود حاليا 20.04 او ما بعده يعني. فهنا طبعا بالبداية اول ما يعني تقوم بفتح التيرمينال هذا، تقوم بتصفح الملف الحالي print the working directory، تشوف نفسك انت وين موجود. بعد ذلك تقوم بعملية ال ls لتعداد كل الملفات، تدخل على الداونلودز من الداونلودز ايضا يعني سي دي داونلودز تدخل عليها، بعد ذلك ls راح تشوف في داخل هذا الملف اللي احنا نصبناه او نزلناه في الفيديو السابق. بعد ذلك راح تجي تكتب sudo super user do على مود يعني تدخل الباسورد وتشتغل يعني كادمنستريتر، بعد ذلك dpkg، بعد ذلك space، بعد ذلك يعني داش ونب اي للانستيل، وبعد ذلك تكتب اسم هذا البرنامج. مجرد انه تكتب انت اول حرف او حرفين من عنده، بعد ذلك تنقر على تاب راح يكمل لك اياها وتنقر على انتر. هنا راح يطلب عندك الباسورد، مجرد انه تقوم بادخال الباسورد راح يبدا بالتنصيب. اول ما يظهر عندك يعني اول خطوه بالتنصيب راح يظهر عندك هذه اتفاقيه المستخدم سوفت وير لايسنس اجريمنت، مجرد تنقر على اوكي او انتر. بعد ذلك راح تظهر عندك هذه الواجهه do you accept the terms of the EULA، نعم yes، مجرد انه تنقر على yes ويعني بعد ذلك انتر. بعد ذلك طبعا راح يكمل التنصيب. بعض الاحيان راح تواجه عندك مشاكل في عمليه الديبندنسيز اللي هن هذن الديبندنسيز بروبلمز، بعض الملفات ممكن تكون غير موجوده. انا بالنسبه لي انا صبته بشكل مباشر بدون اي مشاكل، ولكنه اذا صارت عندك هذه المشكله وقف عندك يعني اثناء التنصيب، مجرد انه ايضا تدخل مره ثانيه سوبر يوزر دو سودو ابت انستال ماينس اف، بعد ذلك مجرد تنقر انتر راح يكمل تنصيب كل الديبندنسيز، كل الملفات الاضافيه اللي هو يحتاجها ينزل لك اياها من الانترنت. طبعا اكيد ضروري جدا انه اثناء التنصيب تكون متصل بالانترنت. بعد ذلك طبعا راح ينفتح عندك البرنامج، وطبعا يعني هذه فد نظره بسيطه عن البرنامج. هو يعني بالنسبه للناس اللي ما يعرفون شنو هو الباكيت تريسر، برنامج محاكاه سيميوليشن من سيسكو لي يعني بناء شبكات ويعني الانترنت وكذلك شبكات الانترنت اوف ثينجز يعني الاي او تي. من خلالها تستطيع بناء شبكتك فروم سكراتش يعني من الصفر، العمل على او العمل على امثله او سامبلز موجوده سابقا، او اختبار الكثير من تصاميم الشبكات. وهو يعني يعتبر البرنامج المثالي والمناسب للناس اللي هم مبتدئين في مجال الشبكات او الذين يقومون بالتحضير لبرنامج لامتحان السي سي ان اي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت. وطبعا من خلاله يستطيعون معرفه كل ما يحصل في داخل الشبكات ويعني بنائها وترتيبها. مثل ما ذكرنا ايضا تستطيع سيميوليتد الاي او تي انترنت اوف ثينجز من خلال يعني ربط سمارت هومز سمارت سيتي سمارت بيلدينج الى اخره. الباكيت تريسر طبعا يسمح لك ببناء شبكات مثل ما ذكرنا وربطها بمختلف انواع الاجهزة الاخرى. طبعا كل واحدة من الاجهزة راح يكون عندك لها يعني واجهة خاصة بها او مجموعة واجهات تستطيع من خلالها ضبط اعداداتها تماما مثل اللي يشوفه يعني في الاجهزة الحقيقية يعني. build your own network from scratch مثل ما ذكرنا، اما انه تبني شبكتك من الصفر او انه تستخدم الامثلة اللي موجودة هنا في بالهيلب، مجرد انه تنقل على الهيلب تنزل جوا على التيوتوريالز راح يوديك على الكثير من الـ يعني التعليم للوصول الى يعني مختلف انواع يعني مختلف تفاصيل هذا البرنامج، او انه تذهب الى الفايل ومباشره تذهب الى اوبن اسامبل يفتح لك فد عينات موجوده اللي هي مختبرات جاهزه يعني مربوطه ومنصبه كامله، فقط تختبر من خلالها فد فانكشناليتي معينه فد وظيفيه معينه.
طبعا ايضا مثل ما راح نشوف يعني الكثير من الامثله الموجوده الجاهزه ينطيك شرح عن المثال وشبكه مربوطه كامله، ويطلب عندك فد اشياء معينه تقوم بادائها فقط من اجل التعرف على كيفيه استخدام البرنامج، وكذلك ايضا التعرف على اساسيات الشبكات. ايضا تستطيع استخدامه لامتحانات السي سي اي ان تي والسي سي ان اي كتحضير يعني، وهو طبعا مجاني ويدعم لك اللينكس والويندوز وكذلك حتى الموبايل ديفايسز. هذه هي كل الامور اللي حبينا انه نسولف عنها في هذا الفيديو، اللي هي فقط يعني كيفيه التنصيب والاستفاده من خصائص الباكيت تريسر. في الدروس القادمه ان شاء الله راح نبدي نسولف اكثر عن تفاصيل هذا البرنامج وكيفيه الاستفاده منه في التحضير لامتحانات السي سي اي ان تي والسي سي ان اي، او للتعرف على اساسيات الشبكات والانترنت اوف ثينجز بصوره عامه من سيسكو. تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا في الشروحات القادمه ان شاء الله. مع السلامه.